فعلا الروح القدس بيدي رؤى. لازم احنا نبقى احنا فاهمين انا حياتي على الارض ليها وقت معين، وقت محدد، وحياتي في الأبدية إلى ما لا نهاية. وقتي على الأرض ربنا بيستخدمه لتحديد ما لا نهاية دي هتبقى عاملة إزاي بالظبط. فأنا حياتي لازم تكون يعني مستغلها استغلال جيد، ما ضيعش الوقت. في ناس هنا يقولك I want to kill the time، أنا عايز أضيع وقتي، أضيع وأقتل وقتي، أضيع وقتي. إحنا ما ينفعش نضيع الوقت، لأن الرب جاي قريب، وأنا لازم أشوف أنا كمان مش بس وقتي، أشوف صلواتي رايحة فين. لو أنت مش قادر أنك أنت تروح تكلم الناس عن المسيح، أنت محتاج أنك أنت تصلي من أجلهم، أنك أنت تصلي، أنك أنت تصلي من أجلهم. تقعدي على الأرض تسجدي أمام الرب وتقولي له يا رب لو سمحت من فضلك افتح عيون الناس وافتح قلوبهم عشان يعرفوا.